لاحظت عابرة فقط السي عبسلام من داخل السي عبسلام ما عرفت الملاحظة ديالو على القضية ديال الاختبار في الابتدائي في قسم السادس مثلا في الأمازيغية ما فهمتش واش أنه كيقول يعني ما كيتختاروش يعني التلاميذ في هذه المادة في القسم السادس أو أنها ما كايناش نهائيا علما أنه أنا ما وصلت غير الوقائع اللي لمستها يعني بجوارحي كما تيقول يعني شفنا وحضرنا الدوره ديال الامتحان واختاروا التلاميذ في الامازيغيه واحتجوا ذوك التلاميذ انه ما قراوش على دور السنه ما قراوش الامازيغيه اذا كيف يحال كيدخل عندهم واحد الاستاذ بعيد جدا على التدريس هذه الامازيغيه كيخدم بها في الجمعيه ولا ما عرف كيقول لهم غير سلكوا هذا الشيء راه غيكون عندهم نقطه مهمه جدا غتحوضوا بها باقي المواد الاخرى اللي غنكون فيها النقص بحال الرياضيات بحال الجغرافيا بحال النشاط العلمي اذا هذا وقائع هذه وقائع ثم عندنا حين نقولوا يعني الفشل ديال التدريس فماشي حنا اللي كنقروا بها وانما مواليها كيقروا ان السياسه ديال التعليم الامازيغي ولا التدريس الامازيغي في المدارس الابتدائيه كان دون المستوى المطلوب ودون الطموح المطلوب. ثم ولكن اللي كاين هو انه تهدرات فيها الفلوس كبار يعني مشاريع كبيره اخراج الكتب والمقررات وطبعا المجموعه من المستندات الى اخره الى اخره بمعنى ان ميزانيه ضخمه تهدرات في هذا المشروع هذا. ثم القضيه ديال الهويه اللي كانوا الاخوان كيحاولوا ما يمكن يعطيوا تعريف لان الهويه والتعريف ديالها راه متعدد كل منطق كل واحد يعني من المنطلق ديالو يعرف الهويه على حسب ما ينسجم مع الفهم ديالو الامور وما الفهم ديالو ولا ذاك الاطار يعني الفكري ولا الايديولوجي اللي تنتمي به ولا اللي تنتمي له دونك انا اخترت يعني انا باش نقول ان الامازيغ هما الاصل يشكلوا الهويه الاصيله في المغرب لكنها هوية ليست ثابتة وليست جاهزة وإنما هي هوية اللي تتخضع للصيرورة التاريخية أنها تتطور مع التاريخ وتتقدم وتنمو إذا الأصالة ما كانش اللي غينفي عن الهوية الأمازيغية كاين الأصالة هي الجوهر ثم أن ذلك التطور ذاك النماء تلتف حولها يعني وفي ريانوزير تلتف حولها تعبير أخرى ما قلتش هوية أخرى ما قلتش أجزاء ولا مكونات أخرى ديال الهوية الموحدة فيها مكون عربي ولا إسلامي ولا أمازيغي كاين جوهر أمازيغية تبلور ولكن الآن في الحاضر كنهضروا على الهوية الأمازيغية ذات تعبيرات مختلفة قلنا اليهودية والعربية إلى آخره ثم أن القضية ديال ثم أشار السي عبسلام كذلك فاش دعوت أنا يعني لمحاولة الاستدراك مجموعة من الهفوات اللي ربما عانينا منها كإطارات ولا كفعاليات ولا كحركة أمازيغية تنقول أنه خص نمد الجسور ما بين باقي الأطراف اللي فعلا تتخندق في النظام الديمقراطي في البلاد لأن احنا كحركة ما يمكنناش نكتفيو يعني بذاتنا بدون السند ديال الحركة يعني الاحتجاجية والأحزاب السياسية التقدمية وتنسطر عليها مزيان الديمقراطية باش يمكننا نوصلوا لان مشروع مجتمعي لان الامازيغيه ما كتناضلش من اجلها يعني كما قالت الاستاذه انها منفرده يعني قضيه ولا مساله من المسائل المنفرده يعني كتحقق بمعزيم عن باقي يعني القضايا الاخرى اللي تنسعوا ليها كديمقراطيين باش نعيشوا واحد المجتمع اخر نساندوا الحركات الاحتجاجيه الحركات اللي تتساهم مثلا في نشر الوعي ديال التغيير نحو افق اخر نحو مجتمع جديد اللي فعلا غتحقق فيه هذه المساله الديمقراطيه اللي قالت الاخت فعلا هذا هو اللي مطلوب اما يعني من زاويه انا بقضيتي والاخر الى الجحيم ما يمكنش هذا من بين الاخطاء اللي قلنا كنشدوها على انفسنا لان كنا تندير المسافه كبيره جدا ما بين احزاب اللي واضحه من خلال طروحاتها حنا ما كنقولوش الاحزاب كلها في سله واحده نكون واضحين سواء اليمين ولا اليسار، اليسار نفسه فيه وفيه. لذلك خصنا نميزوا وخصنا نقراو ونحاول ما امكن نجهدوا نفوسنا باش نتعرفوا على طروحات ديال الاحزاب الديمقراطيه والطرح ديالها بلورا تصور متقدم في النضال الامازيغي. اكيد انه انا ما يمكنليش انا ندير مثلا في سله واحده مع طروحات ديال المناضلين اللي عانوا من السجون عانوا من الضرائب ديال المنفى من اجل مواقفهم من بينهم مثلا
السيرفاتي ولا عبد الله الحرير في الموضوع ديال الخصوصيات الاثنوثقافيه. ما يمكنش انا هذا الموضوع هذا الطرح اللي كان سابق لاوانه انه هذا نبخسه مثلا ولا انه ما نهتمش به ونجمع الاحزاب كلها في سله واحده ان الاحزاب كيعقلوا الى خير، ثم بالتالي انه ما نطالبوش الاحزاب تحول الى جمعيه ثقافيه وتهدف فقط انه نعرفوها غير في الامازيغيه. الاحزاب عندها برامجها، عندها تصورها للمجتمع البديل اللي كتنظم من اجلها، والامازيغيه جزء من هذا المشروع المجتمعي اللي تتشوف ليه الى اخره. إذا خصنا نميزوا ما بين الأحزاب وما يمكنش عندنا ذاك الحكم يعني المسبق على كل شيء كيفي. اليسار نفسه واش نقارنوا حنا ذاك الفيديو اللي بدا عندنا الأزهار اللي نشروا في 84 ولا 84 الأمازيغية ولا المسألة الأمازيغية وبناء المغرب العربي. واش انا نقارن هذا المكتب هذا مع هذه الوثيقه اللي كنقولوا ديال الخصوصيات الاثنوثقافيه في المغرب؟ ابان العثماني نفسها واش نقارنها بمجموعه من الخلاصات اللي خرجوا بها المعتقلين السياسيين داخل السجون حول الامازيغيه والطرح متقدم جدا. اذا في اليسار نفسه كنميزوا ونقولوا للعموم الراي العام ان ما يعني المعاناه اللي عانى اليسار سيرتو اليسار الجذري من الهجوم من بعض الاطراف اللي كينتمروا للحركه الامازيغيه، فالسبب ديالو اساسا هو ذاك الاكتئاب ديال علي الازهر. بمعنى انه كيقول حتى المغرب عربي، حتى الا ما كانش عربي خصو يكون بالقوه، الا ما كانش بالفعل خصو يكون بالقوه، اذا ذاك المنطق ديال الارسطي. يعني الوجود بالفعل اللي هو اللي كنشوفوه، الا ما كانش راه غنفرضوا باش يكون بالقوه. اذا هذه القضيه هذه خصنا نميزوا بيناتها، وخصنا نميزوا ما بين الاحزاب كذلك، ونقراو ونعطيو المسافه بالاحزاب، هذا ماشي كننطقوا من شي حزب معين ولا، كنعطيو مسافه. الاحزاب كنقراو فيها الطروحات ديالها، كنقراو فيها المقررات ديال المؤتمرات ديالها، كنقراو فيها المواقف اللي كتعلنها للشعب يعني بشكل علني. اذا نميزوا ونشوفوا الحليف والصديق من العدو ومن الخصم. اذا هذه غنشكلوا جبهه بديله عما نحن علينا به في الماضي كحركه ثقافيه امازيغيه. اذا كانت مراجعه فعلا ديال الحركه والعوده الى الساحه فخصها تستوعب الاخطاء ديالها في الماضي. دائما نميزوا في الطروحات الحليف والصديق والخصم والعدو باش يمكننا نسوقوا القدام كحركه تناضل من اجل مجتمع بديل، مجتمع يرتب فيه المساواه ديال الحقوق وديال المواطنه. وتحيه للربيع الاخوان.